بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما نستعين. مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الكرام، عشاق رياضة الآباء والأجداد، نتواصل أيضا مع انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة، الشوط 12 والمخصصة للجعدان. هناك أيضا في مسار هذا الشوط الاندفاع أيضا بهذه الشعارات من عاصمة الميادين، من هذا الموقع الرياضي ميدان الوثبة لسباقات الهجنة العربية الأصيلة. الصدارة والمقدمة، هناك أيضا شعار تركي بن عوض الصواط من يتواجد هناك أيضا على الصدارة. هو الاندفاع المركز الثاني، ثاني المراكز مناول خليفة بن سالم بن علي المنصوري من يتواجد على ثاني المراكز التواجد، وهناك انتقل نقلة مباشرة على المركز الثالث، الوصول من شاهين سيف بن سالم ايضا القايدي من يتواجد على المركز الثالث، اتواصل مع المركز الرابع من المكان الصعب، ومن الجانب الايمن هناك التحديات والاثارة في هذا الشوط. يا سلام، القادم مبلش هناك ايضا عبد الله بن علي بن حمد بن فهيدة المري، ولكن هناك شاهين سيف بن سالم القايدي من الجانب الايمن، التحديات، اختلط الحابل بالنابل هنا على المراكز الاماميه، هرب بشار حميد بن عبيد بن عصان المنصوري من يتواجد هنا على الصداره مع المقدمه مع المركز الاول، اتواجد مع المركز الخامس ورابع المراكز في هذه اللحظات. مرسال وصل، ومرسال الناموس، مرسال النصر، هناك غانم بن فارس بالفندي المزروعي، بينما هناك المركز السادس في هذه اللحظات من القادم والمنطلق سيرور تركي بن عوض الصواط من يتواجد في هذا التواجد مناور، هناك خليفة بن سالم بن علي المنصوري على المركز السابع، التحديات وأيضا الإثارة، التسللات من المراكز الخلفية، هناك الزحف من المراكز الخلفية، المركز السابع الشغب سيب، هناك أيضا شعار الشمري من يتواجد في هذه اللحظات، بينما التواجد مع المركز الثامن. يا سلام، القادم احلى والمنطلق المتحد سعيد بن علي بن راشد المري، والمركز التاسع، تاسع المراكز، هناك التحدي والاثاره في هذا الشوط جميل، هناك ولكن غيار بيات بن حمد بن علي بن سم المنصوري، والمركز العاشر من هناك ايضا على المركز العاشر، والتحديات والاثاره في هذا الشوط. شاهين راشد بالمر بن سعيد بن حلوه الاكتبي، حلوه يا بن حلوه، هذا الانطلاق وفي هذا المسار الجميل والمميز هناك مع شاهين، هذه السلاله الجميله القنيه دائما عن التعريف، من يريد عالم النداء هناك فليتقدم مع العشر الاوائل المتقدمه الباحثه عن الناموس، الصداره المقدمه المركز الاول، هناك التحديات والاثاره في هذا الشوط. مرسال، هناك من يتسلل على المقدمه مع المركز الاول، غانم بن فارس بالفندي المزروعي من يتواصل مع مرسال الناموس، اتواجد هناك مع المركز الثاني، ارى هناك بشار حميد بن عبيد بن عصان المنصوري، لله درك يا ابو عبيد على هذا الحضور، المركز الثاني، التحديات والاثاره، مبلش هناك من ياتي، عبد الله بن علي بن حمد بن فهيده المري، والمركز الثالث من الجانب الايمن، اتابع هناك راقب المركز الثالث في هذه اللحظات، شعار المري هناك ايضا على المركز الثالث مع المتحد سعيد بن علي بن راشد المري، والمركز الرابع، تتابع المركز الرابع، هناك خماسيه فلا اروع على المراكز الخمسه الاوائل المتقدمه، هناك ايضا بشار حميد بن عبيد بن عرسان المنصوري، والمركز الخامس، اتابع من المكان الصعب والتسلل الجميل في هذه اللحظات، هناك صيرور تركي بن عوض الصوات على المركز الخامس، التقل مباشرة مع المركز السادس، الوصول هناك ايضا من نجد اللي ما يبنى له طاري الا في هذه اللحظات، وصل سعيد بن سنيم بن سالم بن الاسود العامري هالي العين مدينة الخضرة والجمال، هناك ينتظرون السلامات، ولكن المركز السابع في هذه اللحظات من القادم والمنطلق، هناك شاهين راشد بالمر بن سعيد بن حلوة عليك، تبي ركز يا بن حلوة في هذا المسار وفي هذا الانطلاق، هناك القادم احلى المنطلق غيار، هناك ايضا شعار بالسم بيات بن حمد بن علي بالسم المنصور،
الدوري، ولكن الله 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 القادمون هناك أهالي الطلايب لاحقين ولهم ثال في هذا الشوط وفي هذا المسار وفي هذا الاندفاع الجميل. هناك أيضا وصول من شاهين راشد بخميس، أيضا السويدي وصل، وصل السويدي هناك مقدما شاهين في هذا الشوط وفي هذا الاندفاع الجميل والمميز. ولكن أراقب جميل، أراقب جميل، يلا يا الهاجري أحمد بن مطر بن سيف بلاحق الهاجري هنا، أعود إلى الصدارة هنا، أعود مع الكيلو الأخير، الكيلو الخطير. بدينا بالعد التنازلي، بدينا مع الأمتال المجنونة هناك مع الصدارة، ما شاء الله ما شاء الله المتحد حامل رقم واحد وهو في الصدارة، سعيد بن علي بن راشد المري هناك من يتواجد مع صدارة هذا الشوط، يتواجد مع المقدمة هنا مع المركز الأول. ولكن وصل الواصلون، تقدم المتقدمون، مبلش 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 هناك على المركز الثاني في هذه اللحظات، عبد الله بن علي بن حمد بن فيدة المري على المركز الثاني، أتابع المركز الثالث، أتابع مرسال قانب بن فارس بالفندي المزروعي هناك أيضا من يتواجد مع المركز الثالث في هذه اللحظات. الله الله الله، أعود إلى الصدارة، أعود مع التحدي، أعود مع الإثارة هناك أيضا مع صدارة هذا الشوط. ولكن أرى هناك أيضا نجد سعيد مسلم مسالم بالأسود العامري هناك من يتواجد على المركز الرابع، أعود إلى الصدارة هذا الشوط. الإنفراد، الاندفاع في هذه اللحظات، ما شاء الله شوفوا الاندفاعات مع الأمتار الأخيرة، 300 متر الأخيرة. الله، سلامي على مبلش، سلامي على مبلش، سلامي على هذا الانفراد الجميل هناك، عبد الله بن علي بن حمد بن فيدة المري هناك من يتواجد على الصدارة هنا. سلام 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 إلى الأشقاء هناك أيضا في المملكة العربية السعودية، من القلوب إلى القلوب هنا أيضا أعزائي المشاهدين على هذا الناموس الجميل. المركز الثاني لحظات وصول مرسال قانون فارس بن هندي المزوعي، المركز الثالث أيضا وصول من نجد سعيد بن سالم الأسود العامري، والمركز الرابع هناك أيضا المتحد سعيد بن علي بن راشد بن المري مع المركز الرابع. المركز الخامس كان من نصيب هناك شاهين راشد بالمر بن سعيد الحلوة الاكتبي. أعود إلى التوقيت الزمني، لحظات الوصول والعبور إلى خط النهاية. هناك أيضا مبلش الذي قدم العرض الجميل والعرض المميز، الاندفاع هناك مع الأمتار الأخيرة من هذا الشعار، عبد الله بن علي بن حمد بن فيدة المري. 7 دقائق بلا شك هناك أيضا و49 جزئين من الثانية، هكذا توقيت مبلش. وتهانينا والناموس للسيد عبد الله، أيضا عبد الله بن علي بن حمد بن فيدة المري. المركز الثاني لحظات الوصول هناك ايضا من مرسال غانم بن فارس بالفندي المزروع، قدم العرض الجميل 7 دقائق 52 وفاء وتماما وكمالا. بينما المركز الثالث لحظات الوصول هناك ايضا من نجدة سعيد بن سالم بالاسود، بن سالم بالاسود العامري، 7 دقائق 53 و9 اجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للجميل. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركته.